السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في 2005 حضرت مؤتمر عن الأوبن سورس، ف بتكلم عن صمم الموقع، فبقول له موقع جميل جدا وبسيط جدا وكده، ليه ما استخدمش مثلا تقنية زي تقنية الفلاش؟ فقال لي لأن الأعمى مش بيشوفه. فأنا الكلمة استوقفتني كتير، الأعمى مش بيشوفه. فقال لي يعني الكفيف او اللي عنده مشكله في النظر بيستخدم برامج بتقرا اللي مكتوب على الشاشه، بس بيجي على الحاجه المعموله بالفلاش مش بيعرف يقرا. ليه؟ لان الفلاش بيعملها كفيديو، فما بيقدرش البرامج دي تتعامل معاها. فعشان كده هو بيصمم الموقع بتاعه كل الناس، مش بيصممه للفئه العاديه واستثني الناس لا، لازم كل الناس. ف ده بالنسبة لموقع النت، فما بالك بقى مثلا واحد صمم موقع لوزارة أو موقع لفندق ومش عامل حساب مثلا ممكن حد يجي كرسي متحرك عافاكم الله أو كرسي فيه مشكلة، لازم لما يوفر سنسورات أو يوفر رام أو يوفر أي حل يساعد الشخص إن هو يدخل بسهولة ويخرج بسهولة بدون ما يحس بمشاكل. أو واحد عنده مشكلة في النظر، ففي حاجات صغيرة في الأرضية يحس اتجاه الحاجة ماشية ازاي، ما يحسش ان هو محتاج مساعدة من حد. التصميم المعماري بتاعك يكون روح حية تساعده ان هو يعرف اتجاهه فيه، ان يعرف ان هو يدخل في كل مكان بدون مشاكل وهكذا. نسأل الله يعني العفو والعافية، وربنا يشفي الجميع، ونسأل الله يلهمنا التصميم الجيد اللي يخلي اللي يزور المبنى يبقى يدعي لنا بشيء علينا.